وصلنا لفقرة الديكور الأسبوعية، حيث التخلص من الفوضى في بعض الغرف والزوايا في منازلنا أصبح تحديا صعب على الكثيرين. كيف نستفيد من هذه الزوايا بشكل مفيد بحيث تكون ذات فائدة وشكل جميل في الوقت نفسه؟ أكيد رح نتعرف على الإجابة مع مهندسة الديكور ياسمين شاهين. يسعد صباحك ياسمين. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلين ياسمين. بعض الناس بيهملوا الزوايا وما بيحسوا ليها فائدة كثير بالبيت رغم ان هم بيعملوا فيها مشاريع. مشاريع رائعة. بالضبط، فخبرينا عن هذه المشاريع. الحقيقة اليوم انا يعني لفت انتباهي انه حكينا عن كل شيء، بس انه اجت الزوايا هي ممكن تضفي تغيير شامل على اي غرفة ولا اي محل البيت. لازم نتطرق ليها ونعطي بعض الأفكار البسيطة. ممكن أي ست بيت تستفيد منها وتحول غرفة معيشتها، غرفة نومها، مدخل البيت. مثل الصورة اللي عم نشوفها هون، يعني بشكل كتير بسيط ممكن بكورنر عن مدخل البيت عمود بسيط مع مزهرية ورد وصورتين عند الزاوية، بدل ما نكب فيها سترولر، عرباي، أغراض الشوبينج. لا، بنحافظ على شكل الزاوية وشكل المدخل وبنعطيه شكل ويلكمينج أكتر للضيوف أو للزائرين وحتى لأهل البيت نفسهم. حلو. إيش المفروض دائما يكون فيه؟ يعني هل يكون مثلا في ورد، في مجسمات، في مثلا فازة؟ إيش اللي دائما المفروض يكون في والله في عدة أفكار حابين نطرحها اليوم. بس أنه أحسن شيء، أنا بفضل أكتر شيء النباتات والورود. ولو في صورة بورتري صغيرة مثلا لأهل البيت بتكون شيء أكثر شخصي. فعلا أنا بحب كثير أجاب الزوايا ومع شوية إضاءة، بالمسا بتطلع أحلى وبتهدي الأعصاب. بتهدي الأعصاب وبتعطي إحساس دائما أنه أهلا وسهلا، أنه في ترحيب، في ترحيب في البيت. صحيح. هاي زاوية من الزوايا ممكن دائما بيكون عندنا في الصالون، يعني باخترت أنا نمط كلاسيكي شوي. بيكون في زاوية دائما مش عارفين شو نعمل فيها. ممكن بكل بساطة نحط ممكن مكتب كلاسيكي صغير أو طاولة مرتفعة شوي، منها بتعطي شكل جمالي وفي نفس الوقت ممكن نفتحه ونستخدمه كمكتب إذا احتاج الأمر. نعم. وحسب المساحة كمان. حسب المساحة كمان. بتكون قطعة صغيرة، يعني هي ممكن تكون مثل مقتنيات، إنه في بضعة من ستات البيت بتحبوا تقتني بعض القطع الأنتيك شوي. كمان من الزوايا أنا مرة شفت شيء، بس بما أنك أنت خبيرة ديكور، يعني الناس كانوا حاطين مراية بالزاوية فصار كان في تضارب بالصور، فمثل اللي المدينة اللي كلها مرايات، مدينة الهام، فكانت شوي يعني مزعجة نوعاً ما. المرايا في زوايا معينة بدها بنكون حذرين فيها. أنا بتنحط بزاوية بنحس إن الغرفة كتير صغيرة، والأفضل إنه نكون فائدة المراية إنه بتعكس شيء قدامها. مثل شباك، يعني مثل شباك، مثل لوحة كتير حلوة مثلا مخباية بدنا نبرزها، انه فرجي الناس انه لا في لوحة حلوة بعيد. شكل وول بيبر، لون من الحيط حلو، زريعة بدنا مثل ما حكينا قبل نضاعف حجمها. نعم. مع الناشي المساحة. حلو. نعم، خلينا نتكلم يعني على مستوى مثلا المجالس. لما يكون المجلس صغير مثلا، ايه؟ هو يعني يعطي فرصة اكثر انه انت تبدع فيه، او لما يكون اكبر مثلا؟ هو طبعا بس لما يكون المجلس صغير بدنا نتأيد، لأنه بدنا نوفر مقاعد أكثر، خاصة أنه إحنا العائلات ما شاء الله كبيرة. ولكن تحدي، وبيكون تحدي حلو، فينا نزيد من حجم المقاعد، وفي نفس الوقت الزوايا بتلعب دور في إضافة الجمال. انه بحس بس لما يكون كبير طبعا بيكون عندنا مساحات كبيره انه نلعب في كورنرز كتير، في زوايا، في حيطان. بس احيانا يكون صعب انه انت يعني تملى المكان زي ما يكون المكان اصغر. على حسب، على حسب، يعني على حسب، على حسب حجم وشكل الغرفه كمان. ياسمين، في السابق محلات الديكور او مهندسين الديكور ما كانوا كثير يهتموا في موضوع انه مثلا مكتبه متخصصه للزاويه لازم يكون فيها زاويه مثلا 90 درجه عشان تحطها بالزاويه. الان لاحظنا هذا الاهتمام انه ربع دائره، ربع مربع، بحيث انه مخصص فقط لازم ينحط بزاويه. بالضبط، لانه اول شيء بيساعدنا كثير على حل مشاكل زوايا كثير بيكون فيها مشاكل إنشائية أول شيء. ثاني شيء بتساعدنا على أنه بيوتنا صارت أصغر، وبدأ ست البيت مثلا تحط شلز، تحط ورود، تحط زريعة. أوقات بدنا نعمل ستورج لأشياء أنه مهمة في حياتنا لكن مثل ما قلنا بتسبب فوضى. فممكن نستخدم مناطق الزوايا، اليونتس اللي فيه لها زاوية بتحط بالزاوية بالضبط مخصصة، وفي نفس الوقت بتحل لنا هالمشاكل. وكمان ما ننسى مكاتب الزوايا كتير مهمة كمان، ما بتاخذ مساحه كبيره. لا. وبتكون فت بالضبط، بالضبط على الزاويه. على الزاويه. طيب ايش الافكار الخاطئه اللي موجوده عند بعض الناس لازم يحاولوا انهم يتجنبوها لانها بتعطي شكل خطا للزاويه؟
الزاوية ما هيش محل إنه الأشياء الغير مرغوب فيها أو لأنها مكان بعيد إنه ممكن نحط فيه الأغراض اللي بدنا نخبيها أو الأشياء اللي إحنا أول ما بنفوت على البيت. هذه الزاوية المهملة دائماً. المهملة دائماً. تاني شيء الزاوية هي مصدر جمال ودائماً بتكون مناطق مظلمة. فياريت إنه نحليها بلامب بوست. إضاءة حلوة ممكن تكون على طاولة بنحط فيها صور مثل لو شفنا بعض بس من الصور على السريع. إذا ممكن نمشي الصور أكثر عشان كمان نشوف هاي المطبخ إنه ممكن بزاوية كورنر المطبخ بتكون تخزينه في نفس الوقت على عجل فممكن ست البيت هلأ كتير طالعين ست البيت ممكن تستخدمها برا وبالداخل. والزوايا عادة بين الصلاة والغرفة بتختلف هذه مثلا معنا صورة معنا سؤال المجلس يعني هذا مجلس صغير وممكن بس نستفيد انه بدنا قطعة جمالية في الزاوية بنحطها بهالشكل مع مرايا وراها لنزيد من الإضاءة وفي نفس الوقت نفرجي اللي على كل على الطاولة. كثير من الناس يعني أحيانا يعني أنا واحد منهم يعني أحيانا أروح أشوف المكان عندي وأروح أشتري قطعة بس أنا ما أخذت المقاس حق الزاوية كيف هذا يأثر كثير؟ وطبعا بيأثر كثير كبير. اول شيء بدنا نكون احنا عارفين الحجم اللي عنا حتى لو بالتقريب وبشكل نظري وفي نفس الوقت اوقات كثير بننغش حتى مهندسين الديكور بينغشوا اوقات كثير انه بس لازم نكون محددين دائما يكون معنا متر ونقيس ومش غلط نروح محل ونقيس وناخذ القطعه اللي فعلا احنا محتاجينها. شيء طبعا هذه كمان زاويه اخرى مختلفه مثل ما ذكرنا قبل شوي زرع اباجوره مرايه بس من جهه واحده طبعا عشان ما تلخبطنا بالضبط. وجامعه هاي الصوره اللي عجبني انه جامعه كل الاشياء اللي ممكن نحطها في الزوايا مجموعين في منطقه واحده بس بنفس الوقت مش عاملين زحمه طريقه مقبوله بالضبط. حلو طبعا شكرا لك ياسمين اكيد يعطيك الف عافيه. هذه الزاويه الاخيره هذه اللي تكلمت عنها قبل شوي بالضبط اللي هي تكون ربع دائره ولا ربع مربع بس عشان مشاهدين يعرفوا ايش كنا نقصد بالضبط تحديدا. عاده هذه بتجي باحجام مختلفه باحجام اطول واحجام مختلفه دائما اللي تناسب كل الزوايا تقريبا. حلو يعطيك العافيه ياسمين شكرا لك شكرا على نصايحك واكيد طبعا بتفيدينا دائما كالمعتاد وبتفيدي مشاهدينا وننتظرك ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع القادم. شكرا لك شكرا جزيلا شرفتينا.